اكتر حاجة حبيتها في الدنيا كانت هي السبب في موتي، وفنان مشهور كلكم بتعشقوه كان هو السبب في كل اللي حصل لي. مش هقولكم اني اتقتلت، لاني عشت سنين وانا ما فيهاش روح، روحي كانت ميتة، وكنت بعاني بسبب اقرب الناس ليا. انا ماهر عصام، فاكريني ولا نسيتوني؟ انا الفنان اللي ملامحه محفورة في دماغ ناس كتير قوي، لكنهم ما كانوش يعرفوا اني قليل البخت من يومي، والدنيا كانت كرهاني، وزي ما عشت وحيد مت برضه وحيد ومحدش فاكرني. انا كنت من عيلة بسيطة على قد حالها، بس كانت ميسورة والحمد لله من صغر سني، وانا بعشق التمثيل، وكنت الولد الصغير الدلوع، عشان كده كنت واخد اهتمام امي واختي، وفعلا اخدوا بايدي وقدمولي في اختبارات تمثيل للاطفال لحد ما قدرت اشارك في اكتر من فيلم. يعني تقدروا تقولوا كده ان التمثيل بيجري في دمي. كبرت وشديت حيلي عشان اخد اول الم من الدنيا في وفاة امي، وده اللي دخلني في حالة نفسية وحشة، لكن اختي حنان قدرت تطلعني من الموضوع ده وشجعتني في اني اركز في الشغل والتمثيل اكتر، وكان بيجيلي ادوار زي الرز وقدام كبار النجوم، كنت فعلا بعيش اسعد لحظات حياتي. لكن للاسف بقى الحلو ما بيكملش. في يوم دخلت استحمى عشان انزل اصلي الجمعه، وانا في الحمام حسيت بدوخه غريبه، وفجاه اتزحلقت وراسي اتخبطت في السيراميك. بعدها كان ده السبب ان واحد من شرايين المخ تنفجر ويحصل لي جلطه ونزيف في المخ، وليله كبيره قوي. الناس عرفت الخبر، اخدوني وجري وبيا على المستشفى. حالتي كانت خطيره، لكن ربنا كتب لي عمر جديد، لدرجه ان الدكاتره سموني بالحاله المعجزه. كنت مستحيل اعيش، وقضيت ايام طويله في المستشفى، كترها ما كنتش فاكر هي كام يوم. وبسبب اصابتي يعني ايامي في المستشفى طولت قوي، وصلت ل7 شهور واكتر، وانا قاعد يا في المستشفى يا في البيت، وده لان اصابتي مش سهله، كانت صعبه جدا. محدش كان بيسال عليا ولا حد كان بيودني، حتى الزعيم عادل امام اللي كان في يوم من الايام ابويا، والفنانه يسرا اللي كانت في يوم من الايام امي، ولا حد سال فيا. عدت الايام والصبر زاد، وقلت ان الدنيا برضو تلاهي، واكيد الناس يا ماهر مشغولين ومعاهم عذرهم، لحد ما الحمد لله خفيت تماما، قلت ارجع امثل بقى واشوف شغلي. لكن لقيت حاجة غريبة قوي، المخرجين ناسيني ومش فاكرين انا مين اصلا، وقالوا لي اصل غيبتك طولت وظهر غيرك كتير قوي يا ماهر الصراحة، يعني اللي يديني دور صغير واللي يجاملني ب3 4 مشاهد، كل ده كوم، ومخرج مشهور عمل فيا حاجة كان لا يمكن اتخيلها، ده كوم تاني بقى. انا بعد العمر ده كله مثلت قدام عادل امام ويسرى وناس كتير كبار جدا، يديني دور كومبارس؟ انا بعد العمر ده كله اطلع كومبارس؟ ولما عتبته قال لي انت فاكر نفسك نجم ولا ايه؟ يا ابني انت محدش فاكرك اصلا، كل عيش بقى واحمد ربنا انك بتشتغل. خرجت من اللوكيشن والدنيا سودة في وشي، كنت رايح اجري على حنان اختي احكي لها، لكن لما وصلت البيت لقيت الناس بتقول لي البقاء لله، اختك ماتت. ما كنتش مصدق اللي بيتقال لي، يعني ايه امي واختي وقبلهم ابويا؟ يعني انا عايش يتيم وحيد؟ جالي اكتئاب شديد ما كنتش عارف اخرج منه، كنت حاسس بالوحده سبب وفاه اخر حد ليا في الدنيا. واللي زود اكتئابي اكتر ان الحاجه الوحيده اللي كنت بخرج بيها من الاكتئاب هي كمان مش متقدر فيها وبتظلمني، اللي هي شغلانتي. يا اخي الدنيا دي غريبه قوي، غداره غداره فعلا. قلت ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي هلجاله، قربت منه اكتر عشان كان هو الوحيد اللي معايا، ما انا خلاص ماليش غيره، ما كانش في حد بيسال عليا نهائي ولا بيكلمني غير 2 اصحابي من الوسط الفني. وفي يوم حبيت اخرج اغير جو، قلت شم نفس شويه، وده لاني كنت بقعد في البيت بالشهور ما بخرجش، وكان ماتش مهم قوي لمصر، ولاني كنت مجنون كوره ما كنتش بتحمل الخساره ابدا، وكان ضغطي بقى بيعلى لاني مشجع متعصب جدا. في اليوم ده مصر خسرت الماتش، واداء اللعيبه الصراحه يعني ما كانش حلو، من عصبيتي ضغط عالي، وده ادى لانفجار شريان تاني في المخ، تخيلوا. بس المره دي دخلت في غيبوبه، حالتي الصحيه كانت متدهوره تماما، فضلت يومين في المستشفى. الناس كانت بتقول اني ما كنتش مدرك اي حاجه حواليا، ايوه كله حصل ورا بعضه كده، بس انا كنت حاسس بكل واحد بيحبني جه زارني من قلبه، واللي كانوا يعني يتعدوا على الصوابع. كنت يائس من الدنيا، ما عنديش الصراحه اي سبب يعني اتمسك بيها، يعني تقدروا تقولوا كده كنت مستسلم تماما تحت الاجهزه في العنايه المركزه. وفي تالت يوم ربنا استرد امانته، ودي كانت الوفاه اللي كل الناس عارفاها. لكن تفتكروا انا اصلا كنت عايش قبلها؟ انا ميت من زمان قوي، بس دلوقتي انا عايش حياه احسن بكتير عند ربنا. ياه بجد الدنيا دي دار الظلم والقهر والكره، وانا دلوقتي مرتاح قوي لاني في ذمه المولى سبحانه وتعالى. ادعولي بالرحمه، ادعولي كل ما تفتكروني، وهو على الاقل يعني الاقي ناس تدعيلي، ما بقاش يتيم في الدنيا وفي الاخره.